أو مش نحكي في زوز مستويات، أولا المستوى الاختراق نخليه في الجزء الثاني، والمستوى العملية لأن أنا وكبت مثلكم ومثل مي البارح الساعة متأخرة من الليل، وكبت مجريات الأمور وحبيت نفهم وندقق فيما جرى ويجري، وفهمت أنه فما أشياء لابد أن تثار حولها تساؤلات كبرى، تساؤلات كبرى جدا زادة. فهمتني؟ أولا عون حرس مصنف، شو يعمل في حرس؟ وهل مصنف وحده ولا معاه مصنف ولا مش مصنف؟ سؤالي تطرح. انا ما نحبش ندخل في تفاصيل. اش يعمل وش يعمل غادي؟ كيفاش واحد مصنف محافظ على سلاحه بالسلاح نتاعو؟ فهمتني؟ يحاوص بالسلاح نتاعو، كيفاش؟ كيفاش بيزال محافظ على السلاح؟ وكيفاش في منطقة هي تابعة في حزمة في الحزام الأول والثاني والثالث هي تابعة للشرطة؟ إذا فما مشكل كبيرة جدا في قضية الأمنية وقضية استعلامات، يعني فيش حد يكلاب. أنا نقول لك لا، ما تسنيش، خلينا نكمل ساعة، خلينا نكمل في فكرتي قبل ما ننساها. يعني هذه عملية تمت. بداية العملية تمت في مرفأ في أغير بعيد 17 كيلومتر على معبد الغريبة. كيفاش من المرفأ إلى المعبد ما فماش فين الأمن؟ معناها شنو باسوار هي؟ معناها يعني هذه جربة في هذه الفترة بالذات تصبح منطقة عالية التأمين. كيفاش قدر أنه يتوجد فيها حرس ماهوش في منطقته؟ وكيفاش قدر انه يتنقل بعد ما ذبح صاحبه؟ يتنقل من مده طوال 17 كيلومتر ومعرض له حد؟ يعني هذه مشكله حقيقيه تطرح مشكله التامين عمليه الحج. وانا عندي بعض الناس الا غادي سور بلاس ولا حتى قبل العمليه تقريبا من ساعتين يقولوا لي ما فماش ما عادش فمك الحزم الامني، فمك نوع نتاع ريلاشمون. يعني كيفاش هذه جربه في هذا الوقت في هذا التوقيت في هذه المناسبه تصبح منطقه عاليه التامين باللغه الامنيه؟ كيفاش يقدر انه يصير واحد يحاوس في وسطها 17 كيلومتر ما يعرض له حد ويخرج من البرت ويوصل حتى المعبد الغريبه ويقوم بعمليه اطلاق نار عشوائي على مدنيين، على تونسي مات فيهم تونسي وفرنسي الجنسيه، وماتوا بالطبيعه استشهدوا بعض الأمنيين الشرفاء تجب تكون كان حركتهم الحميد أنه يدافعوا على الشيء. لكن أنا نقول لك لنا على مستوى التنظيم الأمني لعملية الحج لابد أن نطرح تساؤل حول المسألة اللوجستية وحول المسألة الاستخباراتية وحول ما جرى ويجري إلى الآن في جربة وفي غير جربة. كيفاش هذا أصبح ممكن؟ أنا علاش نطرح في التساؤلات هذه؟ الاختراقات هذه احنا عندنا تقريبا 10 سنوات احنا نحكيو على الاختراقات. نعم. ودمدمونا كل انواع الدمديم حتى ما عادش نحكي على هذه الاختراقات. واخر مره اني طلعت معكم لنا تو اسبوع ولا اسبوعين ودر شنو قلت راهو اختراقات في اعلى مستوى، ما زالت في اعلى مستوى، لانه حتى يتصرف عون في جهه ما بمقتضى امر من عرفه لابد ان يكون فما فذار، بالاخص في هذه المنطقه، في هذه المنطقه الا جربه قلت لك تصبح منطقه عاليه التامين، ما لا يمكن ان يتم فيها مثل هذا الشيء الا بعض القياده الا بطواطا. ونحن قلنا امس انا عرض لي واحد من اقرباء الناس الاقرباء جدا من رئيس الجمهوريه، قلت له يا اخي وقتاش تصفيوا اموركم في قضيه الاختراقات الداخليه؟ قال لي تكمل الغريبه وتو تسمع الاخبار. يا ودي شنو تكمل يا اخي؟ هذول سادين باب بلا، هذا مش سادين باب بلا علينا، هذا هما اصل الكوارث. ما تغيروش، هيش ما تغيروش وانا متاكد 1000%
انهم هذولي للتعويب. وحتى هذولي الناس توا حكيت على فضاء اعلامي اتكلم على تمويه ما يحبش يسمى عمليه ارهابيه ويحب يحكي على وحده المنظمه الامنيه وقال له ولا ما يدخلولوش الامن. كيفاش ما يدخلولوش الامن؟ انت عندك بين 10 و12 مدير ومدير عام في السجن نتيجه الاختراقات ونتيجه تورطهم في ملفات. تتخوخوا في الامن مش 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 مش, مش يدخلوا. يعني هذا لابد انه الناس تفهموا. لابد انه قلناه وكررناه وقلناه الرئيس الجمهورية وبعد قلناه برسائل مباشرة وغير مباشرة لوزير الداخلية. لكن مع الأسف مع الأسف مع الأسف ما 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 تمتش الأمور كما ما نفهمش أنا شنو المشكلة في أنك تضرب يد من حديد على المسألة هذه. كل شيء يمكن يتقبل كل شيء يمكن يتقبل إلا اختراق الأجهزة. اختراق الأجهزة لأنه يهدد استمرارية الدولة وتماسك الدولة وبالتالي لابد من الضرب بأيدي من حديد على قضية في قضية اختراقات الأجهزة هذه.